أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. بعد أن خسرت الكثير من قوامها البشري، لجأت ميليشيا الحوثي لفتح أبواب جديدة من أجل رفض الجبهات التابعة لها بالمقاتلين. فمما يسمى بالنكف القبلي والتعبئة العامة، ها هي اليوم تمهد لإعادة تفعيل قانون التجنيد الإجباري الذي كان قد تم إلغاءه قبل قرابة عقدين، لتفتح بابا تدفع الشباب من خلاله إلى الموت. قانون ستضرب الميليشيا من خلاله عصفورين بحجر، فمن جهة سيتم تجنيد الطلاب المتخرجين من الثانوية العامة في معاركهم والذي لا يعود منها الكثيرون إلا في توابيت، ومن جهة أخرى ستكسب من خلاله الكثير من الأموال، حيث ينص القانون على دفع مقابل مالي لمن يرغب بالإعفاء من الخدمة العسكرية الإجبارية. ليس التجنيد الإجباري وحده البوابة الجديدة التي فتحتها الميليشيا لعبور الشباب نحو الموت، فالمراكز الصيفية أيضا بوابة أخرى لكنها مخصصة لعبور الأطفال إلى نفس المصير. عن سعي الميليشيا لتفعيل قانون التجنيد الإجباري وفتح المراكز الصيفية لحشد المقاتلين سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل عمر النهمي. الخسائر التي تكبدتها ميليشيا الحوثي في الجانب البشري دفعتها لفتح أبواب لتعويض هذا النقص، فابتدأت بما يسمى النكف القبلي مرورا بتجنيد الأطفال وفتح المراكز الصيفية لتنشئة جيل متشبع بثقافة العنف، لتنتهي مؤخرا بالتمهيد لإعادة قرار التجنيد الإجباري الذي كان قد تم إلغاء العمل به منذ قرابة عقدين. قرار عملت الميليشيا منذ عامين على التمهيد لإعادة العمل به من خلال تسريب تصريحات وبيانات من حين إلى آخر تدعو لفتح باب التجنيد الإجباري مجدداً، ليختمها مؤخراً رئيس ما يسمى اللجنة الثورية التابعة لميليشيا الحوثي محمد علي الحوثي في تغريدة له نشر فيها قانون التجنيد الإجباري الذي كان قد تم إلغاؤه وينص على التجنيد الإجباري للذكور ما بين سن 18 و30 عاماً ويتم الإعفاء منه بدفع مبالغ مالية بالمقابل. مراقبون يرون أن توجه الميليشيا الانقلابية لمثل هذه الخطوة يهدف إلى سد الفراغ في صفوف مقاتليها الذين تقلص عددهم بشكل كبير بسبب المعارك منذ بداية الانقلاب على الدولة في سبتمبر من العام 2014. ومن جانب آخر الحصول على عائدات مالية ضخمة، إذ يلزم من يريد الإعفاء أو التأجيل في الخدمة العسكرية الإجبارية بدفع مبالغ مالية. ويرى المراقبون أيضاً أن مثل هذه التصريحات والدعوات التي تطرقها قيادات حوثية بشكل مستمر حتى وإن لم يتم العمل بها، لكنها تهدف إلى دفع المجتمع للقبول بهذا القرار بشكل تدريجي. إذن نبدأ معكم مشاهدينا الكرام ونبدأ باستقبال أول اتصالات الحلقة. معنا أكرم توفيق من السعودية، مرحبا بك أكرم، مساء الخير. أهلا بك أكرم. إذن موضوع حلقتنا اليوم عن الحديث ميليشيا الحوثي عن إعادة تفعيل قانون التجنيد الإجباري، برأيك لماذا عمدت الميليشيا في هذا الوقت بالذات للحديث عن هذا الموضوع وإعادة تفعيل مثل هكذا قانون تم إبطاله منذ عام 2000؟ في البدء دعينا نؤكد أولا على ما تضمنته ونصته الدساتير الدولية فيما يخص تجنيد الأطفال دون سن 15 التي ترقى إلى جرائم حرب حسب تصنيف اليونيسف. أيضا القانون الدولي يجزم قطعيا إقحام الأطفال في أي صراعات كانت وأيا كانت. القانون أيضا اليمني يحظر تجنيد الأطفال دون سن 18، هناك قرارات صدرت أيضا بهذا الصدد. ميليشيا الحوثي حاليا تعمد إلى تجنيد الأطفال بصورة هستيرية نظرا لما فقدته من أعداد هائلة وكبيرة في صفوفهم من القتلى. تحاول هذه الميليشيا تبييض الوجه وإظهار قوة عسكرية من خلال استقطاب
أطفال إجبارا أو بالإكراه أو حتى من دور الأيتام أو من المدارس التي يجبرون أهلهم على الدفع بهم إلى المراكز الصيفية. هذه البادرة الخطيرة جدا التي تمثل كارثة إنسانية بحتة، يجب على جميع المنظمات والمؤسسات والكيانات التحرك العاجل لإيقاف مثل هذه التصرفات. تجنيد الأطفال في هذه المرحلة من المراحل الخطيرة داخل بلادنا تقودنا إلى زراعة آلاف الألغام والقنابل العنقودية التي قد تشكل خطر يهدد المستقبل طيلة الفترة القادمة. نعم أكرم، برأيك ما هو الموقف الذي يجب على الحكومة الشرعية أن تتخذه حيال ذلك؟ الحكومة الشرعية تطالب دوما وتكرارا من خلال وزارة حقوق الإنسان أو الحكومة بشكل مباشر باسم الناطق الرسمي للحكومة وزارة الإعلام، جميعا تطالب منظمة حقوق الإنسان، تطالب الأمم المتحدة باتخاذ الخطوات الجادة لإيقاف هذه الانتهاكات الصارخة التي تمس أطفالنا. هؤلاء هم أطفال اليمن بمختلف مشاربهم بانتماءاتهم، يجبرون على الالتحاق بهذه المعسكرات التدريبية تحت مسمى المراكز الصيفية ليتم بعد ذلك أخذهم إلى الخطوط الأمامية في المعارك والجبهات. أختي الكريمة، هناك أكثر من 2438 حالة رصدت لتجنيد إجباري خاضع من الأطفال. تخيلي هذا الرقم البسيط قد تكون يعني قد يكون مضاعف 10 مرات إلى 20 مرة. الحالات التي رصدت على مستوى 2015 إلى 2017 تزيد عن 1476 حالة تجنيد للأطفال. هذه فقط ما تم حصرها أو تم ردها في نقاط التفتيش أو في بعض مكان النقاط الأمنية، لكن من يزج بهم في الصفوف الأمامية في المعارك هم الآلاف. كل من يتم حشدهم حاليا في المراكز الصيفية نرى الممارسات الفعلية لغسيل الدماغ الذي يتعرضون له. إنهم يتعرضون إلى تغرير كامل، إما بالمكافآت أو بالوعود أو بالتهديد والترهيب. كلهم يشكلون حقيقة خطر كبير يهدد المجتمع اليمني ويهدد السلم الاجتماعي. هؤلاء الأطفال من حقهم أن يذهبوا إلى المدارس. هذه الميليشيا منعت هذه الجموع الكبيرة من الأطفال من حقوقهم الكاملة في التعليم، بل أرغمت كافة أو معظم الطلبة الثانوية على المشاركة في الجبهات الأمامية. جماعة تمتلك سجل إجرامي كبير جدا يستند على الأطفال وعلى زجهم في هذه الصراعات وعلى حرمانهم من التعليم. ماذا نتوقع منهم؟ صحيح. إذا أكرم توفيق، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من أحمد القاضي. مرحبا بك أحمد، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك أحمد. بالحديث عن إعادة تفعيل قانون تجنيد الأطفال، هذا القانون كان قد تم إيقافه منذ عقدين من الزمن، منذ عام 2000. الآن تتحدث الميليشيا عن إعادة تفعيله، هل من حق الميليشيا أن تسن قوانين وتعيد قوانين؟ هل وضعها القانوني يسمح لها بفعل ذلك؟ يا أستاذتي الكريمة، التجنيد الإجباري كان على الدولة وكان على من يتخرج من الثانوية أن يؤدي الخدمة لسنتين، ثم إذا أراد أن يواصل في الجيش أراد، إذا لم يريد يذهب إلى الجامعة. أما الميليشيا حاليا فهي ما تعمله يا أختي الكريمة هي عبارة عن غسيل الدماغ بأفكار رجعية إمامية ملكية إثناعشرية، نقولها بصراحة، وتستهدف مناطق معددة باسم المذهب، وتارة باسم الولاية، وتارة باسم الدفاع عن الوطن، مع أنها ميليشيا لا تقدم ولا تؤخر، وإنما تريد الزج بهؤلاء إلى المحارق لكي يدافعوا عن وهم وكي يدافعوا عن خرافات أبطلها الزمن وأبطلها أبطالنا في الجيش في عام 62. ما يمارس حاليا هو عبارة عن عمليات ترهيب وابتزاز مالي. يا أستاذتي الكريمة، حاليا يتم الزج بأطفال لا يعرفون يعني القراءة ولا الكتابة، يتم تجهيلهم بأفكار رجعية متخلفة لكي يدافعوا عن وهم رجل معتوه يعيش في كهف في أحد الكهوف صعدة ويريد أن يختلف اليمن كامل. قانون التجنيد هو عبارة عن ابتزاز فقط لا أكثر، لأنهم يعلمون أن ليس لهم أي حاضنة في اليمن، هم يعلمون أنهم منتهون، وما يفعلونه حاليا هو عبارة عن لغم سينفجر في أي وقت. هم يخططون للمدى البعيد، يخططون إلى بعد 20 سنة إلى بعد 30 سنة. عندما تعودين إلى الوراء قليلا ستجدين أن بداية نشأة هذه الحركة كانت عبر الشباب المؤمن، والذي أسسها محمد سالم عزان وحسين بدر الدين الحوثي باسم إيش؟
المراكز الصيفية وباسم المذهب الزيدي وباسم أنه تكتل اجتماعي فقط لا أكثر. ثم بدأت تتدرج حتى انفجرت في 2004، وفي خلال 10 سنوات تم إسقاط الدولة. في خلال هذه الفترة البسيطة شكلوا يعني ميليشيا كاملة، احترقوا الجيش واخترقوا الدولة، والآن هم يعلمون علم اليقين أنهم زائرون، فيريدون أن يخططوا إلى ما بعد إنهاء الانقلاب. هذه الجماعة نازية فاشية تريد أن تمارس التطرف ضد اليمنيين، وتريد أن تمارس الابتزاز، وتريد أن تمارس الذل انتقاما من الجمهورية وانتقاما من الدولة. نعم أحمد، برأيك ما هو رد الفعل المتوقع من قبل المنظمات الدولية حيال هكذا موضوع؟ ما هو دور المنظمات الدولية خاصة المتعلقة بحقوق الطفل؟ ما الذي يجب عليه فعله نحو هكذا موضوع إن تم فعلا تفعيل القانون؟ يا أستاذ كريم، للأسف الشديد هناك تواطؤ من الأمم المتحدة ومن المنظمات مع هذه الميليشيا. لو كان الذي يفعل هذا الشيء الشرعية أو الجيش الوطني لرأيت المنظمات تندد ببيانات طويلة ولرأيت المبعوث الأممي نفسه يأتي لندد بهذه الأفعال، وسيتكلمون عن كرامة الطفل وعن حقوقه وعن حقه بالتعليم وعن حقه. لكن عندما يكون الفاعل هو الميليشيا الانقلابية التي هي بالأساس مدعومة من هذه المنظمات سيغضون الطرف، حتى لو نددوا سنددهم ببيان يعني لدرء الرماد على العيون. الأصل أن هذه المنظمات تقف وقفة جادة على الحياد وتقول لا لتجنيد الأطفال. هؤلاء الأطفال مكانهم الحقيقي هو المدارس، مكانهم أن يتعلموا. يكفي أننا في اليمن يعني بدون رواتب، بدون أي مقومات الحياة، فهؤلاء الأطفال هم من يشتغلون وهم من يعيلون أسرهم. تصدق يا أستاذتي الكريم أنه في بعض المناطق لا يوجد رجال خالص، انتهوا فنوا، ويوجد أطفال هم من يعيلون أسر. هناك أسر لا تجد ما تأكل، فعندما يذهب العائل الوحيد وهو الطفل يعني ماذا تتوقع؟ موت إجباري وموت محقق. المنظمات يجب عليها أن تندل، يجب عليها أن تكون لها وقفة جادة، ويجب على الدولة وعلى التحالف العربي أن يكون له موقف جاد من هذه المهزلة التي تحصل. التجنيد الإجباري أو المراكز الصيفية هي عبارة عن غسيل دماغ سينفجر في أي وقت. يكفينا حروب، يكفينا طائفية، يكفينا عنصرية، يكفينا مناطقية. إلى متى سيستمر العبث؟ عبث المنظمات وعبث الأمم المتحدة وعبث العالم. لماذا يغضون الطرف عن هذه الميليشيات، بينما لو كان على الطرف الآخر ستجد لهم يعني موقف جاد وصريح؟ يجب أن يفعل دور حقوق الإنسان، ويكون هناك ندوات في مجلس حقوق الإنسان في جنيف وفي أي مكان للتنديد بهذا الخطر القادم. الطفل مكانه الحقيقي هو المدرسة لا أكثر. نعم أحمد، إذا ما تحدثنا عن المراكز الصيفية التي تقيمها الميليشيا للأطفال والطلاب الآن في العطلة الصيفية، برأيك ما الذي يجعل الأهالي والأباء يسمحون لأبنائهم المشاركة بمثل هكذا مراكز؟ هل هو جهل بخطورة هذه المراكز، أم أنه خضوع لأمر واقع لا يستطيعون الرفض، كون الميليشيا ستكون لها عواقب أخرى وتعامل أخرى؟ برأيك لماذا يسمح الآباء لأبنائهم الاشتراك بمثل هكذا مراكز؟ تستطيع أن تأخذ هذه الأمر من وجهتين. الأول، قد يكون هناك توجه مناطقي مذهبي، لأنهم صديقين يا أستاذ الكريم هم يتوجهون إلى المناطق ذات الحاضنة الزيدية في صعدة وفي أطراف حجة وفي صنعاء وفي عمران وفي دمار، بينما لا يذهبون إلى المناطق الأخرى التي يعني نكون معك صريح مناطق الشافعية. هم يذهبون إلى هذه المناطق ويغررهم باسم المذهب والتعصب، لأنه في هذه المناطق منذ أن قامت الجمهورية لم يأتيها العلم ولم يأتيها التعليم الحقيقي الذي يوعيهم. المعركة القادمة أستاذ الكريم هي معركة فكر، والوجهة النظر الأخرى هي أن هؤلاء يرهبون الآباء، إما أن تدفع مقابل أو تأتي بإبنك. فبعض الآباء لا يستطيع أن يعمل شيء ليرضخ، لأنه سلطة الأمر الواقع لا تتعامل إلا بالقتل، فيذهبون لأبنائهم ويذبون بهم إلى المعارك والمحارق والموت والهلاك والدمار. هناك محورين خطيرين الآن يحصل في اليمن. الأول محور متواطئ مع الحوثي، والثاني محور منصوب عليه أن يتواطئ مع الحوثي. يجب على الحكومة الشرعية أن تحسم الأمر، لأن عدم الحسم سيؤدي إلى هلاك. يا أستاذ الكريمة، هناك في حجة الآن ما يقارب 1500 مركز صيفي، وهناك مثله في صعدة ومثله في ضحيان ومثله في سفيان ومثله في عمران ومثله في دمار ومثله في صنعاء. كنا نعرف المراكز الصيفية أن تملأ الفراغ المتعلق بالعطلة الصيفية بما يفيد الطالب من تعليمه، موهبة الرسم، موهبة الغناء، موهبة الموسيقى، موهبة التعليم. يا أخي الكريم، تعلمه القرآن أو تعلمه الحديث أو تعلمه شيء
يعني مثل الرياضة أو شيء يملأ فراغه، أما ما يعلق حاليا هو الولاية والإمامة وأن الحكم في البطنين. يا سيدي الكريم، هنا التوجه مذهبي خطير سيجري في اليمن جرفا هائلا، توجه شديد اللهجة، سيعلمونهم أفكار رجعية لا علاقة لنا بها. من متى كنا في اليمن مناطقيين؟ تعايشنا نحن والمناطق الأخرى بسلام وأمان في ظل الجمهورية، أما هؤلاء سيعودوننا إلى صراعة الماضي والماضي السحيق، صراعة علي ومعاوية ويزيد والحسين. نحن ما لنا علاقة بهذا الشيء. هم نعم. يريدون أن يغطوا في الأطفال قنابل موقوتة، سيأتونهم تارة باسم الثأر لمعاوية، الثأر ليزيد للحسين، وسيأتونهم تارة بالثأر لعلي من معاوية، وسيأتونهم تارة بأن آل البيت، وسيأتونهم تارة بأن الحكم في البطنين، وسيأتونهم تارة بمحبة آل البيت ومحبة النبي. هم يا أستاذ الكريم حولوا الإسلام إلى وكر خاص بهم. متى كان الإسلام دين تطرف أو دين إرهاب أو دين سلاح وقتل؟ نعم أحمد، سماح ودين عدل. يا أستاذ الكريم ما يحصل هو مهزلة كيف اللهجة، يجب على الحكومة الشرعية والتحالف سرعة الحفل، ما أعلم والله أن المنطقة العربية في خطر. نعم أحمد، رسالة توجهها للأهالي والأباء في مناطق سيطرة الميليشيا. يا أخي إلزم بيتك وحافظ على أولادك، ولا تورث ابنك موارد التهلكة. يا أبي الكريم، يا أمي الكريمة، يا أخي الكريم، لماذا أنت تريد أن تذهب لابنك لكي يقتل من أجل معتوه يعيش في أحد الكهوف في صعدة؟ لماذا هم لا يزكون بأبنائهم؟ أبنائهم في الخارج يدرسون في أفخم الجامعات ويسكنون في أفضل القصور. صحيح. لماذا أنت أيها القبيلي أو أيها الزنبيل كما يرونك تذهب لتقاتل عنهم؟ يا أخي إلزم بيتك، هاجر إلى مأرب، هاجر إلى سعيد، هاجر إلى منطقة أخرى، ألم تكن عرض الله واسعة؟ لماذا تصر أن تكون عكفي لهؤلاء؟ هؤلاء لا يرعون لك حرمة، يعتبرونك مجرد خادم خلقك الله لعبادته وخدمته. نصيحتي للآباء، حافظوا على أبنائكم وعلموهم وثقفوهم، حتى لو أخذوا بالقوة يكونوا محصنين بالعلم. هم يذهبون إلى مناطق ممتلئة بالجهل، وهذا هو الخطأ الذي وقعنا به منذ أن قامت الجمهورية. لم يصل التعليم إلى كل مناطق الجمهورية للأسف الشديد، وهذا الخطأ الذي ارتكبناه والذي ارتكبه أجدادنا، يجب ألا نرتكبه حتى لا نورث الأجيال القادمة. نحن الآن الجيل الحالي نعيش في حالة من الاضطراب وحالة من الرعب وحالة من الاقتتال الطائفي والمناطقي والعنصري والمذهبي. يجب أن يأتي الجيل القادم جيل متسلح بالعلم والفكر. نعم. جيل متسلح بالثقافة. نعم متى. أحمد شكرا لك. نعم شكرا جزيلا لك أحمد القاضي. اتصال آخر من نادية عبد الله، وهي وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة، تنضم إلينا من عدن. مرحبا بك أستاذة نادية، مساء الخير. مساء النور عليك وعلى جميع المشاهدين. أستاذة نادية، هل من حق الميليشيا ولديها القدرة لتفعيل قانون مثل هذا، قانون التجنيد الإجباري لخريجية الثانوية؟ طبعا الميليشيات ليس لها الحق في أي شيء، في أي عمل تقوم به داخل صنعاء. هي ميليشيات انقلابية سيطرت على مؤسسات الدولة، وهي الآن التي تتحكم بكل ما يجري الآن في المناطق التي تسيطر عليها. بخصوص المراكز الصيفية وإعادة تجنيد الأطفال، المسألة ليست من اليوم، يعني المسألة منذ ظهور الحوثي في صعدة، يعني الحوثي عمل منذ ظهوره في صعدة على تجنيد واستخدام الأطفال، على تغيير فكرهم تماما. يعني الذي دربهم الحوثي واستقطبهم الحوثي منذ ظهوره في صعدة بالتسعينات، اليوم هم دمروا اليمن كامل. نحن قلنا منذ بداية الحرب، يعني قلنا منذ بداية الحرب المواطن اليمني في خطر، الشعب اليمني في خطر، الحوثي سيجند وسيحشد وسيستغل الكثير من الأطفال بالذات في السن الصغير، سيعمل على تغيير أفكارهم أيديولوجياتهم. الحوثي ليس فقط انقلب على الدولة، وإنما ينقلب أيضا على الفكر الجمهوري في اليمن. نعم سيدة نادية، أنتم في الحكومة ما الذي ستفعلونه إزاء هذه الخطوة التي تقدم عليها الميليشيا؟ طبعا في الحكومة نحن أبلغنا المنظمات الدولية، يعني كوزارة الشباب، يعني ليس بيدنا شيء أن نقوم به خاصة في المناطق التي سيطر عليها الحوثي. كل ما استطعنا القيام به هو أبلغنا المنظمات الدولية بما تقوم به ميليشيات الحوثي من تجنيد للأطفال واستغلال للأطفال داخل المناطق التي سيطر عليها، ولكن أعتقد أنه على الحكومة، يعني من الوزارات الأخرى كوزارة الدفاع،
على التحالف والشرعيه بشكل عام حسم المعركه العسكريه. بقاء هذه المناطق المهوله بالسكان، ما يقارب يمكن 70-80% من المناطق الاكثر سكانا لا زالت تحت سيطره الحوثي. الحوثي اليوم لا يعمل فقط المراكز الصيفيه لتغيير افكار الناس وادلجتهم، وانما يعمل منذ ان سيطر على صنعاء بالدورات الثقافيه لمن هم يعملون في الدوله، بالمدارس، عمل على تغيير المناهج، عمل اشياء كثيره جدا. الحوثي من يوم ان ظهر في سعداء الى ان اقتحم صنعاء، سيطر على كثير من المناطق، يعمل بشكل مستمر في ادلجه الناس وتغيير افكارهم بالافكار الاماميه. ليس من اليوم، يعني ما لفت الانتباه المراكز الصيفيه، ولكن الحوثي يعمل في المدارس اصلا طوال العام على هذه على تجنيد الاطفال وعلى استغلال الاطفال وعلى تغيير افكارهم. وهذه هي الكارثه، نحن قلناها منذ البدايه. استمرار الحوثي سيطرته على هذه المناطق سنجد بعد سنه سنتين او 3 سنوات حشد شعبي شيعي كما نراه اليوم في العراق. هناك اليوم في العراق الملايين الذي كونوا الحشد الشعبي الشيعي في العراق واصبحوا يدمرون العراق ويذبحون المواطنين هناك. سنجد في اليمن نفس الشيء، سيكون هذا الخطر ليس فقط على اليمن. اليوم الحوثي يجند الالاف من الاطفال، الاطفال بعد 5-6 سنين سيصبحون شبان. هؤلاء الاطفال عندما يربوا على فكر امامي خطير مثل هذا الفكر سيكون ليس خطر فقط على اليمن وانما ايضا على الخليج. لذلك اطاله المعركه معنى تجميل عدد اكبر من الاطفال، معنى تغيير عدد هائل من الاطفال. فهذه كارثه ليس فقط على اليمن وانما ايضا على السعوديه، على دول الجوار ان يتشكل مثل هذه الحشود الشيعيه. نعم نادية، بالحديث عن موقف الحكومة وما يجب القيام به حول الموضوع، كان أحمد القاضي تحدث عن ضرورة إقامة ندوات في جنيف بالتنسيق مع منظمات دولية لتسليط الضوء على هذه القضية، ليعرف المجتمع الدولي ما الذي تفعله الميليشيا بأبناء المواطنين واليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها. هذه خطوة جيدة، ضغط الإيضاح للعالم ما الذي تعمله الميليشيات، لكن هل هو الحل النهائي؟ بعض المنظمات لكنه المتاح حاليا، المتاح حاليا الحل الحقيقي هو حسم المعركة. يعني ما ينقص اليمن هي أو الخطوة الوحيدة التي نحتاجها نحن اليمنيين هي 20 كيلو ما بين نعم إلى صنعاء. يجب أن يتم تحرير العاصمة صنعاء من أجل إذا هم وعرفنا نحن في التحالف انقاذ اليمنيين يجب ان تتحرر صنعاء. هناك 20 كيلو يجب ان تحسم هذه المعارك من اجل انقاذ الملايين داخل العاصمه صنعاء، داخل ابدا، داخل عمران، داخل هذا. هناك كما قلت لك الحوثي ليس فقط المراكز الصيفيه التي يقوم من خلالها بتغيير افكار الناس، هناك يجبر المواطنين على اخذ اطفالهم. هناك الكثير من الدورات التي تتم طوال السنه التي يتم اخذ اطفالهم الى صعدة وعاد لجنتهم من جديد وادخال الافكار الاماميه بروسهم وعلى البيت والامامه. الاول والاخير الحوثي لا يهتم، يعني هؤلاء في النهايه كما قال ضيفك هؤلاء ابناء القبائل وكما يسميهم قنابيل، فاولادي بالخارج يعني فاولادي في يعيشون في الراحه، لذلك لا يهمه اطفال. لو كان الحوثي يفكر باليمنيين باطفال اليمنيين ويفكر بارواحهم ما اصلا انقلب على الدوله ولا قام بهذه ولا جلب الالاف الى المحارب. لذلك الحل ليس الحل فقط الضغط على المجتمع الدولي، ولكن الحل بأيدينا نحن اليمنيين وبأيدي التحالف. يجب حسم المعركة ويجب أن يتم تحرير صنعاء من أجل إنقاذ الناس. غير نعم. هذه الحلول لا أعتقد أنها ستكون أو نافعة. اليوم الذي اقتحموا صنعاء قبل 4 سنوات هم كانوا سنوات أطفال في سعدة، تم تربيتهم على الفكر الحوثي، على الفكر الإمامي، وأصبحوا رجال. من اقتحم صنعاء بعد أن كبروا هم من اقتحم صنعاء وأدلجين. يعني اليوم عندما الحوثي يجند هؤلاء الالاف من الاطفال ويتم ادلجتهم، سنجد بعد 5-6 سنوات شبان يقتحم الخليج وقتها. فاقصد نعم. الحل ليس الحل فقط التنديد، الحل الحقيقي هو التحرير. نعم الحل الحقيقي اذا اردنا انقاذ هؤلاء الاطفال. نعم فعلا. نادية عبد الله وكيل وزارة الشباب والرياضة، أشكرك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لاستطلاع بعض التصريحات التي وصلتنا من مدينة تعز حول الموضوع، نستعرضها ثم نكمل الحلقة. ليس جديدا على الحوثيين أن يستخدموا مثل هذه الوسائل في تعبئة الأطفال حول منهجهم أو حول التعصب أو التطرف، فالحوثيين
من قبل أن تفتح المراكز الصيفية يحاولون أن يقتحمون المدارس ويجبرون الأطفال على أداء الصرخة أو الهتاف التافه الذي وهم يعتبروه شعار لهم. فليس جديدا أن يستخدمون المراكز الصيفية للحقد لنشر الحقد بين أبناء اليمن. فالطفل يعني قد يكون نقي الفطرة فهم يستخدمون هذه الوسائل للتعبئة أو لنشر الأفكار حتى يصبح يوما ما قاتلا أو منتميا إلى طائفته. حقيقة ما يقوم به الحوثيون من تجنيد الأطفال هو مسخ للهوية الإسلامية وللقيم والمبادئ التي يتربى عليها اليمنيون. فطالما وهناك لا أحد يرجعهم ولا أحد يعني يقوم بضربهم ورجعهم بما يعملون، هذا ينشئ جيل فاشل وجيل خربان ينحرف عن السلوكيات اليمنية، ينحرف عن العقيدة، ينحرف عن المبادئ والأهداف. لذلك نحن نطالب بالشرعية والتحالف باتخاذ إجراءات عاجلة لحسم المعارك. أما أن نظل هكذا يعني نتفرق والعالم يستمر في دعم الميليشيات الحوثية ودعم ومما ينتج في زيادة الإرهاب في زيادة تدمير البلد. نحن من ضمن ما عرفنا الانقلابيين من بداية الحرب 2015 عرفنا الحصار، عرفنا الجوع، عرفنا الحرب، عرفنا الذخائر بكلها تهطل على مدينة تعز المحاصرة باليمن بشكل عام، والآن اختلقوا لنا معسكرات ومعاهد على أساس للتدريب لتدريس، وهي ليس للتدريس، هي للترهيب وللترهيب، هي أساسا للأطفال على أساس أنها معاهد للأطفال، وهي معاهد عسكرية لتدريبهم على استعمال السلاح وقتل الأخ بالأخ وقتل الأب بأبوه. الحقيقة الميليشيا الحوثية تعمل جاهدة من أجل تغيير فكرة الجيل لتحقيق أهدافها التي يعني في الأخير مرتبطة بالنظام الفارسي الإيراني، ولذلك عملت يعني على استغلال طاقة الشباب من خلال دفع الطلاب إجباريا على التسجيل في المراكز الصيفية. وعلى خلاف طبعا السنوات الماضية في كل مكان، وأيضا على خلاف ما تعمله الشرعية من أن يعني المراكز الصيفية تكون طبيعية واختيارية من قبل من يسجلون، فهي تعمل على إلزام الطلاب على التسجيل في المراكز الصيفية من أجل ضخ أفكارهم ويعني أخذهم بعد ذلك إلى معسكرات تجنيد إلزامية. وكأن هذه المعسكرات أو كأن هذه المراكز الصيفية يعني هي مقدمة أو تمهيد للتجنيد الإلزامي الذي تنوي الميليشيا. إذن نعود لاستقبال الاتصالات مشاهدينا الكرام، ومعنا نبيل الفقيه من السعودية. مرحبا بك نبيل، مساء الخير. السلام الله عليك أختمال وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك نبيل، كيف تفسر قيام قادة الميليشيات بإرسال أبنائهم إلى الخارج للدراسة وإرسال أبناء الآخرين إلى جبهات القتال؟ هذه الجماعة كما يعرف الجميع أنها ليست جديدة على الساحة اليمنية، بل هي مسلسل للأئمة الذي كانوا يحكمون اليمن وجعلوا الشعب في فاق وجهل وغيرهم. الإمام يحيى الإمام أحمد أرسلوا أولادهم إلى الخارج، بيت بدر الدين وغيرهم، بيت حميد الدين أقصد، أرسلوا أين كان أبنائهم، كانوا في أمريكا وكذلك في فرنسا وغيره يدرسون ويجهلون الشعب ويغلقون كل المراكز، ولا بد أن يكون من طائفتهم وغيرهم. يعني الآن حسب قناة المسيرة تصرحنا هناك 3672 مركز افتتحوا، وهي لتفسيخ هؤلاء الأطفال للمستقبل، وهذا هو ضرر مستقبلي وخطورة مستقبلة على اليمنيين. يعني يريدون أن يكونوا هم المتعلمين وغيرهم، والشعب يكون غارق في الخرافات، غارق في متاهاتهم، في اكاذيبهم وعلاعبهم. اقصد ليست المراوله في كل هذه المسلسل الامامي وغيره. كذلك هذه خطوره على المستقبل، يجب ان لا يسكت الاعلام اولا
في نشر الوعي وكذلك إيصال الحقائق إلى الأهالي إلى للتصدي لهذه الظاهرة، لأنه هذا سيكون علينا بعد سنوات، ستكون وبال علينا، ستكون كارثة. الإعلام لا يكفي أن يكون برنامج أو برنامجين يتشكروا على هذه البرنامج وغيركم وغيركم في القنوات تكلموا، لكن لابد أن يكون برومو يومي، لابد أن يظهر الفنانين بمقاطع صوتية لتجنب هذه المقاطع فيديوهات وغيرها، والفنانين كما يعرف الجميع والمشهورين بلقطة ساخرة تصل إلى وعي المجتمع بسرعة أفضل من أن تدار نشرات وغيرها. وكذلك مثل المقطع الذي كان لأحد الفنانين الذي كان يعبر عن أكل التفاح أو غيرها عندما ذهب بلغة ساخرة، ووصل إلى الجميع وحتى الخليجيين وغيرهم بلغة ساخرة. علينا أن الإعلام يكون نصير وقوي، وكذلك الفنانين. وبالأخير لا يمكن لبيت الحوثي أو الإماميين أو الظلاميين أن يغرسوا فينا هذه العقيدة. صحيح أننا في مرحلة ضعف أو غيره، لكن اليمني لا يقبل الضيق ولا يمكن أن يقبل بأفكارهم وأهوائهم، وستكون وبال عليهم في مستقبلا. نعم نبيل، في أثناء حديثك قلت يجب على الأهالي أن يتصدوا لهذا الموضوع. ما الذي بيد الأهالي أن يفعلوه حيال الأمر، سواء تجنيد الأطفال أو المراكز الصيفية؟ الأهالي عليهم أن لا يذهبوا بأبنائهم إلى هذه المحارق، قد يظنون أنها تعليم أو غيره، أو قد تكون مجاملة لمشرف أو غيره، لكن لا يعلم أن هذه هي محرقة له مستقبلا ولبلده. لا عليهم التصدي لذلك، عليهم نشر الأفكار بين المجتمع للتناصح فيما بين الناس، وكذلك أن يكون وعي مجتمعي أن هذا تفخيخ لجيل قادم. لا يذهبوا بهم إلى هذه المحارق، لا يذهب بابنه، يعني ليس بالقوة أن تذهب بابنك إلى هذا، ولديك عدة خيارات. نحن لا نقول له تقدم إلى الجبهات أو قاتل الحوثي، لأن ابنك ألا يذهب إلى الجبهات ما دام أنت في مناطق سيطرة الحوثي ولا تستطيع أن تعمل شيء، أقل شيء لا تصنع لهم شيء. يعني بهذه عندما تذهب بطفلك ونحن نناشد الأب والذي يسمعنا أن هذا تفخيخ لهم وتغيير هويتهم، وأبناء الميليشيات وكذلك الأسر الهاشمية أغلبهم يدرسون في أمريكا متطلبات العصر، وكذلك في ما يدير دولة وغيرهم، وأبنائكم يذهبون بهم إلى ملازم السيد، إلى دراسة الخرافات، إلى دراسة كهنوت عفى عليه الزمن. لا يمكن، وكذلك بيزجهم إلى الجبهات، هم وقود للجبهات فيما بعد. أو كذلك يعني الآن مثلا عند في مأرب وشاهد بنفسي تأهيل لأطفال صغار، ذهبوا بهم بالسن 10 الى 12 الى 15 عام، ويذهبوا به الى المحارق الجبهات. وعندما كانوا في هذه الشرعيه اعادوا تاهيلهم وتعليمهم وغيرهم، وذكرته قناتكم وكل القنوات جاءت الى هناك، لان هذا خطر. عند هو يفتكر حتى ان الطرف الاخر وهو في المعركه انه صهيوني وامريكي وغيره، ولا بد من قتالهم، ويذهبون بكل حماسة ولا يعرف ذلك. فما بالك عندما يأتي إلى مراكز صيفية يفقق عقله بكل خرافتهم، وبعدين تذهب به إلى الجبهات. هذا هو الخطر الأكبر. تقوم فقط بدعم العملية التعليمية، تدفع مرتبات المدرسين، وتهتم بالعملية التعليمية الأساسية في المدارس بمراحلها الثلاث، وهم بغنى عن المراكز الصيفية هذه. إذن نبيل الفقي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن ل استطلاع تعليقات المواطنين حول الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي. نستعرض أبرز التعليقات التي وصلت على الموضوع في الفيسبوك. رداد عباد قال: وأنت تقاتل فكر بمن يطلبون السلام، هذا ما يقوله محمود درويش، لكن الحوثيون من أجل فرض أنفسهم رقما في المنطقة يقامرون باليمن أرضا وإنسانا، وبعد أن استفادوا ما لديهم من شعارات
سيارات براقة يحشدون بها مقاتلين ويخفون تحتها أسوأ وجه عنصري عبر التاريخ. ها هم يعبرون عن إفلاسهم على كل المستويات من خلال التلويح بإجبار اليمنيين على القتال دفاعا عن مصالح السلالة. تعليق آخر لوديع حامد يقول: تجنيد الأطفال جريمة مدانة بكل الشرائع السماوية والوضعية، فالميليشيات بكل أنواعها تسعى لاستغلال الأطفال خصوصا في سن الرابع عشر لأنهم يمثلون بيئة خصبة، والميليشيات تسعى جاهدة لاستغلال هذه الفئة العمرية بالذات حتى يتسنى لهم زرع أفكارهم الخبيثة في هذه البيئة، وأفكارها ستكون سهلة النمو وسريعة التكاثر في مثل هذه الفئة. تعليق آخر لنبيل الفقيه يقول: هذه من الأخطار التي سنعاني منها مستقبلا، فلذلك لابد من رفع الأصوات الإعلامية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهذه هي جبهة الوعي. إذا نبيل يتحدث عن أهمية ودور الإعلام. أديب الزمر يقول: للأسف كان من السابق شعارنا غدا أجمل، لكن الآن فقد أصبح شعارنا غدا أسوأ. الوضع الذي وصلنا إليه لا يسر صديق ولا عدو، والأوضاع تزداد من سوء إلى أسوأ أو من سيء إلى أسوأ، والمواطن المغلوب على أمره هو من يتحمل كل هذه المعاناة بسبب هذه الحروب اللعينة التي أكلت الأخضر واليابس. نسأل الله أن يعجل بالفرج على وطننا الحبيب، وأن يجمع شمل اليمنيين ويوحد كلمتهم. إذن كان هذا التعليق الأخير لأديب الزمر. نستقبل اتصال آخر من خليل المليكي من مأرب. مرحبا بك خليل، مساء الخير. مساء النور، تحية لكم ومشاهدكم الكرام. أهلا بك خليل. برأيك من الذي يمكنه حماية المواطنين من مثل هكذا قوانين وتصرفات تقدم عليها الميليشيا؟ هؤلاء المواطنين الواقعين والقابعين تحت سيطرة وسطوة الميليشيا في هذه المناطق، من المسؤول عن حمايتهم؟ من المسؤول عن ردع هذه التصرفات وهذه الأمور التي تقوم بها الميليشيا؟ نعم، التجنيد الإجباري هو آخر ما قامت به الميليشيا الحوثية، هذه كارثة. يعني الميليشيا الحوثية حست بعد تجنيدها العشرات الآلاف من الذين ضجت بهم الميليشيا سابقا وقتلوا بها، ونحن كصحفيين والجميع يعرف وأنتم تعلمون كم من الأطفال الذين تم أسرهم من قبل القوات الشرعية. اليوم تقوم الميليشيا لانها تحس بالعجز في صفوفها بتجنيد هؤلاء الاطفال، واستخدمت كذلك المراكز الصيفيه بيئه خصبه لجذب هؤلاء الاطفال وتغيير افكارهم وزرع السلاله في عقول هؤلاء الاطفال. اليوم مستقبل اليمن كله في خطر على كل الاشكال، وخاصه الذين هم مستقبل اليمن جيلها القادم في خطر ما لم يكن هناك يعني مسؤوليه كامله من قبل الشرعيه من قبل قوات التحالف ان تتدخل، وان يكون ليس هناك حل الا ان يكون هناك حسم عسكري ينقذ هؤلاء الاطفال وينقذ اسرهم وينقذ كل شيء موجود في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، لان الميليشيا الحوثيه هي ميليشيا لا يمكن ان تعمل شيء الا لصالحها. فهو اليوم يعني يحيى الحوثي بالاجتماع بكثير من الاطفال، الجمعيه الحوثيه تعيد التجنيد، كل قيادات الميليشيا تدعي الى التجنيد الاجباري، كذلك المركز الصيفيه لانها تخدمهم كثيرا ولانهم يعرفون بان المستقبل يؤخذ من هؤلاء الاطفال. فمستقبل اليمن في خطر ما لم يكن هناك تحرك جاد وسريع لحمايه هؤلاء الاطفال. نعم خليل، ما هي التأثيرات العقلية والذهنية والنفسية أيضا على الأطفال لتعرضهم المتكرر لخطاب الكراهية والعنف وهذه الأفكار الدخيلة على طبيعة وعلى تكوين المجتمع اليمني، وأيضا باختصار رسالة توجهها للأهالي وللآباء؟ نعم، لها آثار كبيرة جدا. اليوم الطفل الذي سيدرس هذه الافكار سيكون سيعمل مشكله لاهله، لانه سيخالف ما تعتقده اسرته وما يفكرون به، سيكون مغاير لهم جدا في تفكيراتهم في طرحهم في كل هذا من هذا القبيل. لن يقبل الا بما هو في بما زرع في راسه من قبل هذه الميليشيا. يعني سيكون هناك عجله كبيره في المجتمع بين الاطفال جميعا وبين الشباب
في المستقبل. الرساله التي نوجهها نوجه رساله الى الحكومه الشرعيه مثلا لفخامه الرئيس عبد الرب منصور هادي وكل الاحرار في هذا اليمن وكذلك الى دول الجوار بان هذا المعتقد وهذه الميليشيا هي خطر علينا جميعا. ما دام هناك تحرك جاد وسريع لحمايه هؤلاء الاطفال لحمايه مستقبل اليمن كذلك نص عبر المنظمات الدوليه بان الميليشيا تقوم باجبار هؤلاء الاطفال واجبار اهاليهم اذا لم يقوموا بالدفع الى ابنائهم لما تريد الميليشيا من التدريب الاجباري وكذلك المراكز الصيفيه. نعم اذا خليل المليكي كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه. باتصال خليل ومشاركة خليل نختم هذه الحلقة. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، والشكر موصول لكم من زملائي في إعداد الحلقة عمر النهمي وأيضا الزميلة إلهام عامر. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.